كابتن سيد كنا بنراهن باستمرار، يعني انا حتى قلت لو قابل الهلال، اللي قابل اتحاد جده، قابل النصر، الاهلي هيبقى عنده قدره انه يكسب. القصه مش قصه نجوم، مش كده، مش بس نجوم في الملعب. يعني احنا اتكلمنا برضو قبل طالما عندك الماتش. فريق كويس، يعني عندك طبعا فريق عنده قدرات. طبعا انا اقول لك على حاجه، الاهلي لعب الهلال باقل عدد لعيبه، بلعيبه في المنتخب ولعيبه راجعه باصابات وراجعه من كاس الامم وغيابات كتيره جدا، وحقق مكسب اللي هو الماتش اللي هو اللي ماتش بتاع الكاس العالم البطوله قبل اللي فات، قبل اللي فات 4-0، ده. مش عشان حكايه حاجه، انت كنادي عندك يعني مع انه برضو كل التوقعات وكل السوشيال ميديا وكل كل الميديا العالم كان الاقتصاديه بيتكلم قبل الماتش اصلا ان الماتش الهلال للهلال. هيكسب ويكسب مكسب كبير بنتيجه كبيره، بس اللي حصل لا، ارض الواقع. يعني خلي بالك اهم حاجه حاله اللعيبه يوم الماتش نفسه. وتكمله لكلام مجيد، هو طبعا الدوري السعودي اقوى من الدوري المصري بكتير، بس انت شوف الاجواء. يعني انت حط اللعيبه بتاع الدوري المصري في ملعب كويس، في جمهور متقفل. انت قصدك كل الامكانيات اللي متاحه هناك فالحاجات دي خلاها بتدي تتاح هنا. يعني لو الجمهور في الملاعب كلها مليان وكل نادي عنده جماهيره والملاعب مليانه والملاعب كويسه بنفس الحاله اللي لعب بيها النادي الاهلي مثلا على ملعب الجوهره، هتلاقي الامور لا مختلفه، هتلاقي المستوى حتى هيرتفع. نظام اللعيبه البطوله، اللي فرق مع السيستم، نظام البطوله، اللي فرق مع استقرار لعيبه البطوله، مصر عامه الملاعب. خلال السنتين الثلاثه اللي فاتوا، مش السنتين الثلاثه، من بعد 2010 عدم وجود الجمهور. انت لما بيتحط لك جمهور 20 30 الف بتشوف اللعيبه عامله ازاي، تلاقي مستوى وفي مثال مختلف، امبارح بتلاقي مستوى مختلف. فهي دي النقطه، انما في الاول والاخر النادي الاهلي برضو يعني بامانه الحاجه الكويسه ان انت يبقى عندك هدف. المنافس قوي، عنده لعيبه محترفين، عنده لعيبه مهمه جدا، انما النادي الاهلي مركز من اول دقيقه. خلي بالك الكوره ما فيهاش مين افضل من مين، فيها بالجهد والعرق طول ال 90 دقيقة، وده اللي عمله النادي الأهلي من أول الماتش. ضربة الجزاء فرقت معاك بشكل كبير جدا، اديتك ثقة كبيرة جدا. الشناوي واحد من الناس اللي أنا بشوف هو دور حارس المرمى اللي يخليك في الماتش. يعني ماتشات كتيرة جدا تيجي عليك هجمات وأنت كسبان واحد، الشناوي يطلعها، الماتش ده يطلع لك ضربة جزاء. ضربة الجزاء دي لو دخلت كنت هتدخل بين الشوطين 1-1، النتيجة كانت هتبقى مختلفة. إن أنت تنزل الشوط التاني 1-1. فأنا بشوف إن لا، الشناوي من أهم العناصر ومن أهم الناس المؤثرين جدا في النادي الأهلي، سواء في البطولة المحلية أو في بطولة أفريقيا أو في بطولات كأس العالم حتى. فأنا بشوف إن هو بيخلي النادي الأهلي جوه الجيم، ما بيخرجوش، يعني ما بيعملش عليك ضغط، بيريحك كلعيبه، بيريحك كفرقه، بيريحك كجهاز. فالنادي الاهلي بدايته في الماتش بدايه كويسه، تحركات ايجابيه لكل اللعيبه. احنا اتكلمنا على بيرسي تاو وحسين الشحات، شوف كميه الحاجات. شوف بيرسي تاو واحد ضد واحد عدى كم مره، عمل كم كوره. شوف حسين الشحات الكوره اللي جات له الايجابيه بتاعته. يعني حسين الشحات مختلف عن الاربع ماتشات مثلا بتوع الدوري او بطوله افريقيا قبل كده، كلها حاجات ايجابيه. السهل كهربا، الكرة أصلا اللي اتعملت لإمام عاشور، على فكرة أنت عارف كهربا في الطبيعي هيحطها هو بشماله. يعني في ماتشات تانية هتلاقيه وهو ماشي كده هيحطها، ممكن تضيع، إنما هو إن يلعبها بالطريقة دي وبرجليه العكسية باليمين لجوه لتحت، أصلا إن لعيبتك في حالة فنية كويسة. مفيش حد عنده بيلعب بشكل فردي، وده اللي كان بيحصل في ماتشات الدوري قبل كده، مفيش حد بيلعب وهو لا مبالاة، لا كل كورة. الكورة التاكلينج بتاع كوكا، تعرف كم لعيب من الاهلي كان رايح على الكوره؟ 5 لعيبه. علي معلول اللي ساعات كتير جدا ما بتشوفوش في ماتشات الدوري في الحته، يعني الكاميرا لو جابت علي في ماتش في الدوري في الحته دي انا ادي لك اللي انت عايزه. علي معلول اصلا عامل سبرنت عشان يلحق الكوره وداخل لجوه، محمد عبد المنعم نفس الكلام، ياسر ابراهيم. فهي اصلا الكوره هتلاقي 3-4 من الاهلي قريبين من الكوره، ده ما كانش بيحصل قبل كده. فالروح دي الاجواء هي اللي عملتها، والبطوله الكبيره هي اللي عملتها. فانا بشوف ان النادي الاهلي الاهم دلوقتي بقى ان انت تقفل الصفحه. ان انت خلاص هو ماتش وعدى، ماتش بقى تاريخ زي ماتش الهلال قبل كده، زي ماتشات كتيره جدا في بطوله كاس العالم. الاهم دلوقتي ان انت قدام فرصه ما بتتعوضش او ما بتتكررش، دي جات لنا مرتين ثلاثه قبل كده والنادي الاهلي ما حققهاش، فدي فرصه كبيره جدا. توصل فاينل طبعا طبعا، ان انت توصل فاينل يعني ده هيبقى لوحده انجاز كبير جدا. يعني هسالك سؤال، الميديا في السعوديه فجاه لانها بتتكلم، بقى لو سيبك بقى من اتحاد جد، بقى لو كان الهلال اللي بيلعب الاهلي في الماتش ده كان زمان فرم الاهلي تاني. مفيش فايده، يعني مفيش فايده فيهم يعني. والله يعني. لا بص، انا قلت لك حتى استفزاز تاني، حتى موجود الاتحاد
وجود لا خد بالك، كان لعيبه الاتحاد دي مش اسماء يعني، كان مثلا كريم بنزيما وكانتي وفابينيو دول اسماء هو عاديه يعني. يعني اللي بيتكلم اكيد بيتكلم على مستوى الاتحاد في الفتره دي، في الهلال في الفتره ديت والاتحاد في الفتره ديت، بس انا شايف ان الامور برده كانت هتبقى ايكوال، والموضوع ما فيهوش يعني الهلال اللي بياسين بونو بسافيتش، انا عمال اقول اهو الاسماء برده متروفيتش والدوسري سالم الدوسري طبعا وياسين بونو الجول وخالد كوليبالي خالد كوليبالي اللي هو السيرد باك السنغالي برضو اسماء يعني، واسمه البليهي يعني هي فرقه كويسه وفرقه كبيره وعندها لعيبه مهمه طبعًا. بس الجهد جوه الملعب. انا عايزك تقول اصل الناس تقول لك ايه، بعض الناس طلعت لك اصل بقى لو ما كانش اتحاد جده، لا هو الموضوع في الملعب مختلف خالص، الموضوع في الملعب مختلف. طب يا جماعه مليون في ما تيجي نعمل ماتش، ما بلاش انت اللي هتتوقع يبقى بلاش ما بلاش انت تستفزناش خلاص بقى ماتش وعدى واخلص ونركز في فلومينسي. هتقولوا بقى لو كان قابل الهلال لسه اربعه سنه اللي فاتت، هي دي بقى لها 20 سنه اللي قبلها مش الكوره الجيبس السنه اللي فاتت هم واخدين تاني العالم، مش البطوله اللي فاتت، السنه اللي قبلها البطوله اللي فاتت كانت في يناير 2003. انا كلامي دقيق يا استاذ عيد، اللي قبلها كانت في السنه اللي فاتت، كانت في انهي سنه؟ في 22 بعد كاس الامم يناير، كان بدايتها فبراير 22 لو تفتكر. هو كاس العالم للانديه اللي فات كان امتى؟ اللي قبل ده 22، ما هي 23 يناير دي كانت بطوله 22 22 فبنقول له ما بلاش ولا ايه يا كابتن سامي؟ لا تاني هي تاني الكرومه مش فيك فايده، الكرومه ما بتعترفش بالاسماء، الكرومه بتعترف بالجهد جوه الملعب. يا ده انا عايز نفسك اقول مش فيك فايده برضو تاني انت تاني مين؟ لا طيب ما تقول اسماء لا اللي بيتكلم ايوه مش عارفين الميديا. لا الميديا هناك يعني، لا الميديا والسوشيال ميديا يعني مثلا الاهلي كسب او خسر هيقول لو كان بتلعب الزمالك او الزمالك كسب او لو كنت بتلعب الاهلي، كل واحد بيتكلم عن يعني هجيب لك يعني اخويا بقى الكبير يضربك وانا اللي هتوقع ما هو عشان كده بقول لهم بلاش لا هو في نقطه سيد اتكلم فيها دلوقتي مش اسماء، لا انا بتكلم على حاجه تانية، على حته ان فرصه الاهلي السنه دي اخر نظام للبطوله بالشكل ما انا هنتكلم. لا اخر نظام هم عملوا بطوله تانية، لا بقول لك ده انفانتينو ده فظيع، وقال لك السوبر هتلاعب 32 نادي بدايه من 25 بس في بطوله بقى اسمها انتر كونتيننتال سنويه. شفت بقى هو الاول عشمنا ان كل اربع سنين مفيش خلاص، وساب الناس تزيط في السكه دي ولم الجوائز ولم السبونسرز بتاعت كل اربع سنين وقام جاي مخترع بطوله سنويه اسمها انتر كونتيننتال. قال لك دي القديمه اللي كان بيلعبها ريال مدريد قال لك فاكر انت لما كانوا بيلعبوا بعض بس اللي هو ريال البطل مع بطل امريكا الجنوبيه دلوقتي قال لك زي الافرو اسيويه كده بس هو قال لك ان كاس العالم زمان للانديه دي كان ناديين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه احنا مش موجودين في الحياه لغايه ما اتعملت بالنظام ده، فقال لك انتر كونتيننتال لا هو بطل اوروبا ده لوحده ده يلعب فاينل على طول يعني ده بص ده اخر ماتش مش هيصفي وكلنا نصفي مع بعض القارات كلها هتصفي مع بعض لغايه ما توصل مين النادي اللي هيقابل ده. يعني امريكا الجنوبيه هيلعب بتاع امريكا الشماليه يطلع نادي. افريقيا واسيا مثلا واحد منهم يلعب بتاع اقيانوسيا الاول اللي يكسب يلعب الثاني افريقيا واسيا فاللي يطلع من افريقيا واسيا يلعب اللي يطلع من امريكا الجنوبيه وامريكا يلعبوا بعض. خد بالك على ملاعب بيتفق عليها يعني ثم اللي يوصل بقى في الاخر يلعب بطل اوروبا دوري ابطال اوروبا. اختراع جديد عامل طبعا اختراع يا كوتش وده ده الراجل ده انفانتينو استاذ بص بيطلع الفلوس هو قاعد في من بطن الزير في المنطقه العربيه بقاله كتير استضيفوه في كل حته والله ذكي جدا ولو باع سبونسرز اللي بتاعت ام اتنين خلصنا منها يا باشا تعالى لي بقى طبعا كانت في ناس عايزه تخش سبونسر ما خدتش لان في ناس ثانيه اخذت هتدخل في اللي ما خدش تعالى يجيب بقى اللي هم السبونسر الاقل اللي ما خدش بقى اللي انا اقول له بعمل لك واحد على قلبك هيجيب بيه والله وبعدين تقعد على مدار السنه يعني 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 ميزتها كمان ان انت بتلعب ماتش على ملعب محايد وبتلعب ماتش على ملعب محايد تلعب ماتش وتلعب ماتش على مدار السنه لغايه الفاينل وحدد ميعاده في ديسمبر يعني حدد ميعاد حتى المباراه النهائيه كاس العالم للانديه يبقى كل اربع سنين خلاص هو خلص من ده كل اربع سنين ده اللي هو 32 نادي
وهنقول طريقته دلوقتي، بس اقصد انه بطوله جديده دي يعني مسمى جديد على مسمى جديد يعني. يعني خد بالك اللي هيكسب دوري ابطال افريقيا السنه دي هيشارك في، هو اللي هيشارك في انتر كونتيننتال ده في نسختها الاولى السنه الجايه. لا وهيشارك في كاس العالم للانديه برضه يعني لو كده كده لانه من 20 ل 23 ل 24 هي 25 صح كاس العالم للانديه الجديده 25 في امريكا. ده كل اربع سنين هتبقى في امريكا على اعتبار تبقى بروفا قبل بروفا كاس العالم للكبار. ففي زخم في القصه ولا ايه يعني؟ تاخد وقت كبير ودي اجواء دي حلوه يعني بالنسبه للاعيب الكوره، دي بطولات كبيره بامانه بتنقلك في حته تانية يعني، وخصوصا احنا في افريقيا يعني، انت في افريقيا بتعاني كتير جدا، فانا بشوف ان دي يعني من الحاجات اللي هي ايه زي الجوائز كده، اما تكسب بطوله افريقيا فتحس بنفسك بقى، تروح بقى مكان افضل بكتير زي اللي حصل. انا بقول لك اجواء كاس العالم دي بامانه لا يعني حاجه خرافيه يعني، ان انت تبقى متواجد وبتنافس وليك اسمك وتحقق مكسب يعني. المكسب ده مثلا احنا بقالنا شهر او شهر ونص اتكلم مثلا النادي الاهلي مش في حالته، المكسب ده انسى اي حاجه قبل كده انسى، انت دخلت في مرحله تانية. انت ان شاء الله اذا كسبت قبل النهائي تخيل ان انت بتلعب كاس هي مش المشكله ماديه، هي بتنقلك حتى على المستوى الصيت وعلى مستوى الشهرة على كل حاجة. انت بتتكلم النهاردة الصحافة في البرازيل بتتكلم عن مين؟ بتتكلم على الاهلي اكتر من فلومينينزي. كل اللعيبة اللي في السعودية صحيح دلوقتي بكل الزخم ده السعودية كلها بتتكلم عن مين؟ عن النادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي. فهي دي الميزة، دي الميزة الكبيرة. وبعدين الاعلام هناك عامل زينا كده يعني، بيقعد يدور بيكلموا لاسارتي، شوف لاسارتي كان بيمرن الاهلي عشان يسالوه عن الفرقه، يسالوه عن الاهلي. طبعا مدرب تشيلي دلوقتي طبعا، لان هو او كان مدرب تشيلي يعني بعد الاهلي، فشفت قاعدين يكلموه عشان يسالوه عن الاهلي. لا ميزه كبيره جدا ان انت تبقى متواجد في كاس العالم، فمتواجد وبشكل قوي كمان، ده هتفرق بشكل كبير يعني. بامانه انا بقول النادي الاهلي قدامه فرصه العمر السنه دي، النادي الاهلي ان شاء الله بعد الاداء اللي احنا شفناه في المباراه الاولى مع اتحاد جده، لا عندك القدره ان انت تعمل ماتش كويس وتكسب وتلعب نهائي والامور تبقى طبيعيه، ان انت تبقى حققت انجاز ما تحققش قبل كده، يمكن فرقه وحيده من افريقيا اللي لعبت نهائي المازيمبي على ما اعتقد قبل كده. والرجاء بس الرجاء كان على ملعبه يعني، ورجاء لعب فاينل والهلال لعب والعين لعب فاينل الهلال يعني والعين لعب فاينل، انما الاهلي ما قبل كده الاهلي دايما حاجز السيمي فاينل ما تخطاهوش يعني، في عقد انت تلعب نهائي ده هيبقى موضوع هو انا يعني تاريخ ده كبير. اخر حاجه في البطوله دي، اخر فرصه ليك، اخر فرصه في البطوله ديت ان انت تبقى داخل على مركز جديد او تاخد مركز جديد اللي هو بتلعب نهائي، تبقى ضمنت مركز جديد بالنسبه لك احسن من الانجازات اللي قبل كده اللي حصل اللي هي المركز الثالث. ممكن يعملها في انتر كونتيننتال عادي يعني، انت بتكسب افريقيا على طول، ما هي بطوله جديده هنسميها كاس العالم للانديه انتر كونتيننتال تحت زي عادل امام انتر كونتيننتك. طب قول لي يعني قبل ما نطلع الفاصل، كولر هيلعب بنفس التشكيل ولا متوقع يغير؟ يعني مثلا في ممكن يقول لك انه كينو بيلعب من ناحيه الوينج، فممكن مثلا يلعب ناحيه الشمال ولا حاجه، ناحيه يمين الاهلي فيلعب باكرم توفيق او ديانج مكان كوكا. بتتكلم اكرم اصلا هو ما لعبوش في الدوري وكان بيطلعه بره الفرقه يعني، كان بيطلعه بره ال 18 الفترات اللي فاتت. شوف احنا كنا الماتشات اللي قبليها كنا بنقول هو ازاي مش مدخل باك ليفت ومدخل كوكا الماتش اللي قبله فاكر في الدوري، هو كان مركز بقى اللي هو كوكا بالنسبه له بيجهزه مهم وبيجهزه، ما كانش حاطط الباك ليفت بتاع الاهلي كريم الدبيس كان شايله، كريم الدبيس كان شايله قلنا احنا ممكن نحط كوكا باك ليفت او يستخدمه او يحطه في نص الملعب والكلام ده كله، فهو الراجل كان مركز وعارف هو هيشتغل ازاي في كاس العالم مليون في المية. كان يعني مختار التشكيل بتاعه، وبعدين الصراحه اللعيبه ساعدته كتير في الملعب في الماتش، تركيزهم وهو جرأته في حته اشتراك كوكا ديت. لكن انا بيتهيألي هيلعب بنفس التشكيل، مش هيغير، هو مش هيغير، مش هيغير. موافقنا هو الطبيعي يعني هيلعب بنفس التشكيل، لان اللعيبه ادت اداء قوي جدا، فما ينفعش طالما الفرقه مشيت بشكل كويس فما تغيرش فيها يعني، هي دي النقطه.
وحتى نص الملعب ماشي بشكل كويس، الثلاثه بتوع نص الملعب، الباكين انت بتتكلم مثلا هاني، يعني انا عايز اقول لك على حاجه، هاني سيبه في كاس العالم او قول له بعد قبل اي ماتش قول له ده الماتش ده في كاس العالم، يعني قول له الماتش ده في كاس العالم، يعني هو نجم كاس العالم على طول، يعني هو نجم كاس العالم اللي فات واللي قبله، بيتألق جدا. حطه في ملعب كويس، في جمهور، في فرقه قويه بيلعبها، هتلاقيه نجم الماتش. هاني من نجوم المباراه اللي فاتت، فهاني فما ينفعش اصلا تقرب من ناحيه هاني. والناحيه الثانيه نفس الكلام مع علي، المدافعين ماشيين بشكل كويس، كهربا من اللعيبه الكويسه ومن الناس اللي ادت اداء كويس في الماتش، بيرسيتاو وحسين الشحات نفس الكلام. فانت ما ينفعش تلعب في التشكيل، وخصوصا في دفعه معنويه كبيره جدا، ما فيش حد هيعمل لك الاضافه من اللي بره، ممكن كتغييرات خلال المباراه نفسها، انما التشكيل انا اعتقد لازم يبدا باللي بدا بيه الماتش اللي فات.